رئيس الوزراء يترأس اجتماع الوحدة الدائمة لحل مشكلات المستثمرين، ويؤكد ترجمة ما تتوصل إليه الوحدة من حلول إلى قرارات تنفيذية. مطار الغردقة وشرم الشيخ يسجلان أعلى معدلات تشغيل للمطارات السياحية خلال النصف الأول من العام الحالي. بايدن يدعو الكونغرس لتمرير الاتفاق حول رفع سقف الديون لإزالة التهديد بحدوث تعثر كارثي. التاسعة بتوقيت جرينتش، 12 ظهرا بتوقيت القاهرة، نشرة إخبارية جديدة تأتيكم من دي ام سي، أهلا بكم. ترأس الدكتور مصطفى مدبولي اجتماع الوحدة الدائمة لحل مشكلة المستثمرين بمجلس الوزراء، وذلك في إطار استمرار بحث التحديات والمشكلات التي تواجه المستثمرين وتذليلها. وأكد رئيس الوزراء الحرص على ما تتوصل إليه الوحدة من حلول لما يعرض عليها من مشكلات إلى قرارات تنفيذية، موجها أعضاء وحدة حل مشكلة المستثمرين بضرورة التحلي بالجرأة في حل مختلف المشكلات، وأن يتم العمل على تقديم التيسيرات المختلفة. كما أكد حرص مجلس الوزراء على إقرار الحلول التي يتم التوصل إليها لتحسين مناخ الاستثمار في مصر. كما عقد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة ملف منظومة المرافق على مستوى الجمهورية، وأكد رئيس الوزراء على أهمية المتابعة المستمرة لمنظومة المرافق للتأكد من كفاءة عملها ورفع كفاءة تحصيل المستحقات المطلوبة مقابل الخدمات المقدمة للحفاظ على الاستثمارات في هذه المرافق، مؤكدا ضرورة وقف أي وصلات خلسة وتقليل نسبة الفاقد. كما وجه رئيس الوزراء بتوفير العدادات مسبوقة الدفع والذكية والتوسع في تصنيعها محليا، كما وجه بتحديث الخرائط الخاصة بالمرافق متضمنة شبكات المياه والصرف والكهرباء والغاز. تواصل الدولة المصرية جهودها لدعم الوافدين من السودان عبر معبري قسطل وأرقين، حيث يقدم الهلال الأحمر نحو 332 ألف خدمة للعائدين من السودان. المزيد من المتابعة حول جهود الهلال الأحمر رصدها لنا زميل مصطفى محمد سعد مراسل دي ام سي. تحياتي لكم من أمام معبر قسطل البري، لننقل لكم آخر المستجدات للوافدين والعابرين عبر معبر قسطل البري. نحن الآن متواجدون أمام مركز خدمات توزيع التغذية للهلال الأحمر. عدد كبير من الخدمات يتم تقديمها من خلال معبر قسطل ومن خلال الهلال الأحمر المصري كالخدمات الصحية وخدمات التغذية، وسوف نتعرف على تفاصيل أكثر حول هذه الخدمات من الدكتورة رشا المصري، وهي مدير البرامج والمشاريع في الهلال الأحمر المصري. يعني بعد التحية فنم، كلمينا أكثر عن هذه الخدمات، خدمات توزيع التغذية، يعني ما هي هذه التغذية التي تقدم، أيضا الخدمات الصحية التي تقدم من خلال معبر قسطل. أهلا بحضرتك. منذ بداية الأزمة والهلال الأحمر متواجد بالتعاون مع الجميع لتقديم الخدمات، موجودين على معبر قسطل وعلى معبر أركين. عندنا نقاط إغاثة إنسانية، يمكن حضرتك شفت بنفسك أول ما بيدخلوا الناس العابرين للحدود أول حاجة بنقدمها لهم هي الخدمات، توزيع المواد الإغاثية، مية متوفرة، أكل، حقائب نظافة، كل الحاجات دي مهم جدا. وانت عارف طبعا الجو حر قوي، وبالتالي المية الحمد لله بقت دلوقتي ساقعه، فدي حاجه كانت خدمه مهمه جدا. الاكل مناسب برضو للبيئه اللي احنا فيها ومناسب للمعايير الغذائيه اللي هم محتاجينها. فدي اول خدمه بنقدمها لاي حد هي توزيع المواد الاغاثيه. بعد كده بندخل كمان في خدمات اخرى، دي الخدمات اللوجستيه، ودي احنا بنقدم فيها اعاده روابط اسريه. حضرتك عارف ان الناس اللي جايه محتاجه تتواصل مع اهلها جوه او موجوده هنا، فبنعمل مكالمات سواء دوليه نربط الاسر ببعضها ونربط خدماتهم ببعض او نقدر نوصلهم الاثنين ببعض. بنعمل كمان خدمات نقل
كل الناس اللي جايه محتاجه نقل لاسوان او لكركر عشان تاخد حاجه مواصله تانية. بنحجز كمان قطارات، بنحجز تذاكر باص، كل ده احنا حضرتك كله بتحجزه. الهلال الاحمر مصري بنساعد في الانتقالات بمعاونه الصراحه الجميع يعني. كمان بنقدم تسهيلات الإجراءات للناس كبيرة في السن أو ذوي الإعاقات، علشان تعرف المشاوير بالنسبة لهم بعيدة سواء بالكراسي المتحركة. شفنا كراسي متحركة. أشكر حضرتك بالفعل ده موجود. ومن الخدمات الموجودة عندنا هي الخدمات الطبية، فإحنا عندنا دكاترة متخصصين بيساعدوا كل الناس، بيكشفوا، بيقدموا أدوية، بيقدموا إسعاف أولي لبعض الإصابات اللي بتحصل. طبعا من أكتر الحاجات الحر الشديد اللي إحنا فيه ده مخلي في إصابات كتير بسبب درجة الحرارة. كمان بنقدم دعم نفسي. الدعم النفسي ده جزء مهم جدا للكبار وللأطفال. يمكن عندنا هنا في المعبر وكذلك في معبر أركين مساحات صديقة للأطفال بيقدروا يلعبوا فيها ويفرغوا ويرسموا رسومات، لأن طبعا أكيد نفسيتهم بتبقى أصعب مننا بكتير للتعامل مع الظروف الحالية. في معايير معينة يا فندم للتغذية بتقدموها؟ يعني مثلا أنواع معينة من التغذية بيتم تقديمها؟ بالفعل في معايير عالمية لأي حاجة بتقدم وقت أزمات أو كوارث، وبالتالي الأكل اللي موجود هنا سواء بسكويت بالتمر أو سواء علب فول معلبة محطوط كويس قوي المعايير بتاعتها من بروتين وكربوهيدرات وسكر عشان تبقى متظبطة ومناسبة للجميع. بنشكرك شكرا جزيلا فندم. دكتورة رشا المصري، مدير البرامج والمشاريع بالهلال الأحمر المصري، بشكرك فندم، شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك، اتشرفت. دي كانت أهم المعلومات من داخل معبر قسطل حول آخر المستجدات للوافدين والعابرين من معبر قسطل البري، وأيضا تقديم الخدمات الغذائية والدوائية والعلاجية من خلال الهلال الأحمر المصري. عودة إليكم مرة ثانية. شكرا لزميل محمد سعد مراسل دي ام سي على كل هذه التفاصيل من معبر قسطل. أكد وزير الاتصالات عمرو طلعت أن منظومة التشخيص عن بعد والتي تم إطلاقها في العام 2021 قدمت خدماتها الصحية لأكثر من 50,000 حالة مرضية تمت مناظرتها في كافة محافظات مصر. وأشار وزير الاتصالات خلال افتتاح عدد من المشروعات بمحافظة الوادي الجديد إلى أن العمل بهذه المنظومة جاء في إطار ما توليه الدولة من دعم لمنظومة الخدمات الصحية وتطوير الخدمات الحكومية من خلال تكنولوجيا المعلومات لتقديم خدمات متميزة للمواطنين. كما أضاف أنه تم تشغيل 150 وحدة للتشخيص عن بعد خلال المرحلة الأولى للمبادرة، يتم استكمالها بعدد مماثل جاري تركيبها حالياً لتنضم إلى المنظومة التي تستهدف تشغيل 300 وحدة في مختلف محافظات الجمهورية. عقد وزير الإسكان عاصم الجزار اجتماعاً مطولاً مع أعضاء غرفة التطوير العقاري لبحث ومناقشة سبل دعم ومساندة قطاع التطوير العقاري، واستعراض التحديات التي تواجه القطاع ووضع الحلول المقترحة للتغلب على تلك التحديات. وأوضح وزير الإسكان أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة استجابت للعديد من مطالب المطورين العقاريين، حيث أقرت حزمة من الحوافز والتيسيرات لهم وللمشروعات الاستثمارية المتنوعة بالمدن الجديدة، وذلك في إطار جهود الدولة لدعم ومساندة قطاع التطوير العقاري. كما دعا وزير الإسكان المطورين العقاريين إلى تطوير الصناعات المتعلقة بقطاع التشييد والبناء وتوفير مستلزمات البناء محليا وبأعلى جودة، وكذا الارتقاء بمنظومة إدارة المشروعات العمرانية بعد تنفيذها من أجل تحقيق الاستدامة وتوفير جودة الحياة للمواطنين. خطوات واسعة اتخذتها الدولة المصرية نحو تنفيذ رؤيتها الوطنية لتطوير قطاع التعليم الجامعي والارتقاء بجودة مخرجاته، الأمر الذي ساهم في تقدم تصنيفها الدولي والعلمي على حد سواء. هذا وأشادت المنظمات الدولية مثل وكالة فيتش واليونيسف بما شهده قطاع التعليم العالي في مصر من تطوير على كافة الأصعدة. رؤية وطنية متكاملة نفذتها الدولة المصرية لتطوير قطاع التعليم الجامعي
وذلك من خلال تأسيس بنية تعليمية قوية وحديثة بالجامعات وإدخال تخصصات جديدة تواكب متطلبات سوق العمل محليا ودوليا وجذب مزيد من الاستثمارات وربط الجانب الأكاديمي بالاستثماري والبحثي وعقد شراكات واتفاقيات مع كبرى الجامعات الأجنبية وإنشاء فروع لها في مصر بجانب التوسع في بناء الجامعات التكنولوجية والأهلية والخاصة. وحسب تقرير لوكالة فيتش فإن مصر تواصل تقديم بعض من أفضل الجامعات في المنطقة مثل جامعات القاهرة وأسوان والمنصورة، وهو ما انعكس في إدراج بعض الجامعات المصرية ضمن تصنيفات أفضل الجامعات على مستوى العالم. وحسب التقرير ذاته فإن مبادرة حياة كريمة تستهدف تحسين جودة الخدمات التعليمية بالقرى المصرية، حيث تتضمن أهدافها تأسيس بنية تعليمية قوية وجامعات حكومية وخاصة بجميع المحافظات والتوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية. كما تطرق التقرير لاستهداف مصر من خلال المشروعات التعليمية بالعاصمة الإدارية الجديدة إلى تقوية الروابط بين الجامعات المصرية والأجنبية، مما يسمح للطلاب المصريين بالدراسة في فروع هذه الجامعات والحصول على شهادة دولية معترف بها بالبلد الرئيسي للجامعة. بدورها أشارت اليونيسيف إلى أن استثمارات مصر طويلة الأجل بالتعليم الرقمي خففت من وطأة جائحة فيروس كورونا عبر التحول إلى التعلم عن بعد، وتوقعت مجموعة أكسفورد للأعمال أن تجذب المزيد من الجامعات الدولية في مصر عددا أكبر من الطلاب، مما يجعل مصر رائدة في مجالات التعليم العالي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. من جانبه توقع المدير العام لمنظمة الإسيسكو زيادة عدد الجامعات المصرية المصنفة عالميا. على جانب آخر أشار تقرير التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة إلى ارتفاع عدد الجامعات الحكومية والخاصة مع تحقيق تنوع مستمر في البرامج والمسارات التعليمية وزيادة التغطية الجغرافية. وضع وزير التنمية المحلية هشام أمنة والتخطيط هالة سعيدة حجر الأساس لمجمع خدمات مصر في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء. يقام المجمع على مساحة 4200 متر مربع لتقديم الخدمات الحكومية المتكاملة لأبناء محافظة شمال سيناء، ومن بينها خدمات المرور والسجل المدني والشهر العقاري. ويعتبر المجمع من أوائل المجمعات الخدمية التي يتم إنشاؤها على مستوى محافظات الجمهورية. وفي السياق ذاته افتتح الوزيران عددا من المشروعات في المنطقة الصناعية بمدينة العريش، حيث نفذت الهيئة القومية للإنتاج الحربي 48 ورشة حرفية متنوعة بتكلفة إجمالية تصل إلى حوالي 50 مليون جنيه. وصرح وزير التنمية المحلية أنه تم توفير فرص عمل لأبناء محافظة شمال سيناء من خلال قروض ميسرة قام بها صندوق الوزارة بتمويل حوالي 217 مشروعا بتمويل بلغ أكثر من 2.5 مليون جنيه، وذلك بفائدة لا تتعدى 5%، مشيرا إلى أنه تم صرف 32 مليون جنيه من خلال المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية مشروعك، التي وفرت حوالي 4000 فرصة عمل. المزيد من المتابعة والتفاصيل ينضم إلي الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة. أرحب بحضرتك معنا دكتور خالد إلى هذه النشرة، يعني تفاصيل أكثر حول مجمع خدمات مصر والذي تم وضع حجر الأساس الأول له في مدينة العريش، الخطة الزمنية الموضوعة لهذا المشروع وأيضا كافة الخدمات الحكومية التي من المفترض أن تقدم من خلال هذا المجمع. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم وباهلنا في محافظات مصر كلها. زي ما حضرتك تفضلتي، هو بالفعل ال 4200 متر علشان يكون هناك من اوائل المراكز خدمات مصر الجاري تنفيذها، وده بعدد من المحافظات المصريه، يعني هيكون شمال سيناء النهارده يكون في مقدمتها مراكز، بالاضافه الى المراكز التكنولوجيه ايضا. المراكز دي بتكون مجمع للخدمات اللي بتقدمها وحدات الاداره المحليه المختلفه، كذلك الوحدات الاخرى المنتميه الى التضامن الاجتماعي، البريد، الاشهار،
إلى غير ذلك من الخدمات الأخرى اللي بتقدمها الوحدات الإدارة المحلية والوحدات المتخصصة في الخدمات بالنسبة للمحافظات. بالإضافة إلى هذا وذلك كمان يا فندم، خلينا نأكد على أن يعني زي ما أكد معالي الوزير أن حجم المشروعات اللي نفذتها الدولة المصرية في محافظة شمال سيناء منذ 2014 حتى نهاية 2022 بلغت حوالي 31 مليار جنيه، تنفذ بيها 904 مشروع في مختلف القطاعات الخدمية وعلى رأسها التنمية المحلية، التربية والتعليم، الإسكان، الصحة، الشباب والرياضة، التعليم العالي، بالإضافة إلى جاري تنفيذ حاليا حوالي 262 مشروع في عدد كبير من المجالات الأساسية، وده برضو بتكلفة تصل حاليا إلى حوالي 58 مليار جنيه. وكل هذا وذاك في الخطة الاستثمارية للمحافظة للعامين الماليين سواء 22-23 أو 23-24، يعني التأكيد على تحقيق كل أهداف وآليات وفئات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، واللي بالإضافة طبعا إلى عرض تطوير المراكز التكنولوجية كاملة اللي موجودة على أرض محافظة شمال سيناء. هذا بالإضافة إلى هذا وذاك اليوم، وقبل مداخلتي مع حضرتك معالي الوزير والسيدة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والسيد محافظ شمال سيناء بيقوموا بجولة تفقدية سيرا على الأقدام في شوارع مدينة العريش بشارع 23 و26 يوليو، وكذلك الأمر ميدان السادات وشارع علي بن أبي طالب بوسط مدينة العريش. وكل ده كمان الفعاليات الزيارة بتتواصل مع الجهود اللي بيبذلها المزارعين في زراعة الأراضي وإنتاج المحاصيل الزراعية في قرى الشيخ زويل. ومن ضمن فعاليات أيضا هذه الزيارة تم افتتاح عدد من المشروعات في المنطقة الصناعية الخاصة بمدينة العريش، يعني لو تحدثنا دكتور خالد عن ما الذي تتضمنه هذه المشروعات وحجم فرص العمل التي وفرتها هذه المشروعات؟ يعني خليني أقول لحضرتك قبل حتى يعني مجمع الحرفيين، في المراكز التكنولوجية أسفرت عن تدريب من الزملاء حوالي 156 زميل وزميلة، ودي فرص عمل حقيقية بالنسبة لهم في المراكز التكنولوجية اللي موجودة في محافظة شمال سيناء قاطبة. إنما ال 28 ورشة متنوعة بالمساعيد بمدينة العريش، طبعا خلينا أقول لحضرتك الورش دي متخصصة في العديد من المجالات، من بينها النجارة، من بينها الألوميتال، الكريتال، تعبئة المواد الغذائية، الصناعات البلاستيكية، كبس الخراطيم، وغيرها من الصناعات الحرفية. وبالإضافة إلى هذا وذاك طبعا الورش دي تم طرحها بنظام حق الانتفاع لمدة 30 سنة وطبعا قابلة للتجديد، والمبنى المقام عليها منح قروض كمان بفايدة 3% من بنك مصر بالاتفاق معه على تمويل المعدات الخاصة. لكن لما نيجي نبص بقى زي ما أكد معالي الوزير أن صندوق التنمية المحلية مول 217 قرض متناهي الصغر خلال الفترة الماضية بحجم 2.5 مليون جنيه، لكن بفايدة لا تتعدى 5%، في حين أن طبعا برنامج التنمية المحلية والبشرية والمجتمعية مشروعات مول حوالي 395 مشروع بحجم تمويل من ربع الثاني 2015 حتى تاريخه 32 مليون جنيه. طبعا دي وفرت فيما لا يقل عن 4000 فرصة عمل حقيقية. نعم، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة على كل هذه الإيضاحات والتفاصيل. تواصل وزارة الصحة تقديم الرعاية لمرضى الحالات الحرجة ضمن المنظومة الخاصة بالمشروع القومي للرعاية والحضانات والطوارئ، وقد تم إطلاق مبادرة جلطات القلب الحادة كل ثانية حياة في ديسمبر من العام 2022، وتم التوسع بها لتعمل حاليا في 20 محافظة، ونجحت في استقبال 2114 حالة وتحويل 1743 حالة أخرى، فضلا عن إجراء 1010 قسطرة قلبية. مهام عديدة تعقد عليها الآمال في الحد من انتشار الجلطات القلبية الحادة، تتعلق جميعها باللجنة العلمية لمبادرة جلطات القلب الحادة كل ثانية حياة،
والتي تستهدف تقديم الرعاية لمرضى الحالات الحرجة ضمن المنظومة الخاصة بالمشروع القومي للرعايات والحضانات والطوارئ. وتستهدف المبادرة تقديم الرعاية لمرضى الحالات الحرجة جلطات القلب والمخ ضمن المنظومة الخاصة بالمشروع القومي للرعايات والحضانات والطوارئ. وتم إطلاق المبادرة في ديسمبر من عام 2022 في 12 محافظة، وتم التوسع بها لتعمل حاليا في 20 محافظة كمرحلة أولى، فضلا عن الاطلاع على النسب الخاصة باستقبال الحالات وتحويلها إلى المستشفيات المعنية بتقديم الخدمات الطبية. وقد تم استقبال 2114 حالة منذ انطلاق المبادرة، وتحويل 1743 حالة، وإجراء 1010 قسطرة قلبية، وتركيب 628 دعامة، وتركيب 87 منظم ضربات قلب. كما تم تفعيل 31 وحدة قسطرة طوارئ تعمل على مدار 24 ساعة من إجمالي 56 وحدة قسطرة قلبية تابعة لوزارة الصحة والسكان، بجانب إعداد دراسة خاصة بتشغيل باقي وحدات القسطرة القلبية بالمستشفيات على مدار 24 ساعة يوميا لضمان التوسع في تقديم الخدمات للمرضى. وتمارس المبادرة مهام عملها بالتنسيق مع المجالس الطبية المتخصصة والإدارات المركزية للخدمات الطبية التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، وذلك لسرعة إنهاء إجراءات القرارات لصالح مرضى الطوارئ، فضلا عن التنسيق لتوفير كافة الاحتياجات العاجلة من المستلزمات والقساطر والمنظمات، وكذلك رصد الاحتياجات وتلبيتها أولا بأول، والتنسيق بين المستشفيات بعضها بالبعض لإعادة توزيع المستلزمات دون الحاجة إلى نقل المريض من مستشفى لأخرى أو من محافظة لأخرى. أطلقت وزارة الصحة 6 قوافل طبية للكشف والعلاج مجانا على مدار يومين في محافظات القاهرة والبحيرة والإسماعيلية والغربية والمنيا والأقصر ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وأوضحت الوزارة أن القوافل تضم كافة التخصصات الطبية كالنساء والولادة وخدمات تنظيم الأسرة والأطفال والباطنة والأنف والأذن والعظام والجراحة والرمد والأسنان والقلب والجلدية، بجانب تقديم خدمات الأشعة والتحاليل مجاناً. شهد كل من مطار الغردقة وشرم الشيخ الدوليين أعلى معدل تشغيل بالمطارات المصرية السياحية خلال النصف الأول من العام الحالي. وذكرت وزارة الطيران المدني أن مطار الغردقة الدولي استقبل ما يقرب من 3,250,000 راكب بإجمالي 22,000 رحلة جوية بمعدل زيادة قدرها 30.5% مقارنة عن نفس الفترة من العام الماضي. كما شهد مطار شرم الشيخ الدولي استقبال 2,250,000 راكب بإجمالي 16,000 رحلة جوية بمعدل زيادة 28% مقارنة عن نفس الفترة بالعام الماضي. وبحسب التقرير السنوي للمجلس الدولي للمطارات حول أداء صناعة الطيران في إفريقيا خلال العام 2022، جاء مطار شرم الشيخ من بين أفضل المطارات من حيث الخدمات المقدمة للسائحين، وهو ما يعد إنجازا لقطاع الطيران. تواصل المحافظات الساحلية استعداداتها هذا الموسم لاستقبال رواد المصايف، وبذلت معظم المحافظات التي تمتلك شواطئ سواء على البحر الأحمر أو المتوسط بذلت جهودا كبيرة في عمليات التطوير وتجميل الشواطئ وتوفير الخدمات المختلفة. وقد حدثت عمليات تطوير كبيرة في شواطئ مطروح، حيث تستمر أعمال تمهيد وتسوية الرمال بالشواطئ للاستعداد لموسم الصيف ضمن جهود المحافظة في مجال التنظيف أو النظافة والتشجير والحملة الميكانيكية للشواطئ وتحسين البيئة، بالإضافة إلى رفع المخلفات بمجمع أو بجميع أنواعها من على الشواطئ. أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الاتفاق بشأن رفع سقف الدين الحكومي بات جاهزا لطرحه على الكونغرس، داعيا المجلسين إلى إقراره. وأعرب بايدن عن اعتقاده بأن التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن خطوة مهمة إلى الأمام، مضيفا أن الاتفاق يزيل التهديد بحدوث تعثر كارثي.
وفي وقت سابق توصل ممثل الرئيس الأمريكي وأعضاء الكونغرس الجمهوريون إلى اتفاق مبدئي لرفع سقف الدين القومي للبلاد وخفض إنفاق الميزانية لمنع التخلف عن سداد الديون. وكان الرئيس الأمريكي قد رحب بالتوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن رفع سقف الدين الحكومي مع رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن ماكارثي بشأن الميزانية من حيث المبدأ. إلى هنا مشاهدينا الكرام نختتم هذه النشرة الإخبارية من دي ام سي، شكرا جزيلا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.